السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم محمد حدايدي من قناة شروحات الايفون والاندرويد. نزل تحديث جديد لأجهزة الايفون والايباد، طبعا للأجهزة اللي تدعم الإصدار 11. فلو ما تعرف ايش هي الأجهزة بتلاقي رابط أسفل مقطع شرح باليوتيوب، الأجهزة الداعمة للإصدار 11 iOS 11. طيب هذا واحد. ثاني شيء التحديث اللي جاء ما في مميزات أو إضافات، فقط اللي فيه هي إصلاحات ممكن تكون للتفاحة أو تعليق شعار أبل، ممكن يكون هم كاتبين لشاشة الآيفون إكس أو تعليق الآيفون إكس. فأنت لو جهازك يدعم تحديث الإصدار 11 لابد إنك تحدث، سواء عندك عيب أو ما عندك عيب. طبعا في طريقتين للتحديث، التحديث عن طريق برنامج الأيتونز بالكمبيوتر أو عن طريق نفس الجهاز. عن طريق نفس الجهاز تحتاج إلى واي فاي، وتحتاج إنه يكون مشبوك بالشاحن أو بطاريتك فوق 50%. لكن قبل لا نتكلم عن التحديث بتكلم بنقطة مهمة جدا للجميع، الأهم من قبل لا تحدث إنك تاخذ نسخة احتياطية. عندك أيضا خيارين، الخيار الأول عن طريق برنامج الايتونز على الكمبيوتر، طبعا الايتونز ينزل على الويندوز وعلى الماك، ورابط التحميل أسفل مقطع شرح باليوتيوب. وتتأكد انه اخر تحديث وايضا طريقة تحديثه بتلاقيها اسفل مقطع شرح باليوتيوب. والطريقة الثانية اللي هي عن طريق نفس الجهاز، عن طريق الاي كلاود. طبعا الاي كلاود 5 جيجا، فلو بياناتك اكثر من 5 جيجا ما حتقدر تاخذ على الاي كلاود الا اذا بتشتري مساحة او انك تاخذ عن طريق برنامج الايتونز. الان بوريكم طريقتين اخذ نسخة احتياطية على السريع، وايضا بوريكم كيف نحدث من هنا او من هنا. التحديث بيقولوا الافضل دائما انه يكون عن طريق الايتونز، لانه طريق الايتونز بينزل لك الاصدار كامل، يعني 2 جيجا وشويه. لكن عن طريق نفس الجهاز بيكون تحديث الحاقي، فحيكون حجمه جدا قليل. خلينا نشوف مع بعض. هذا الايفون اللي على اليمين، هذا الايفون 8 بلس، وهذا الايفون اكس. فالان بحدثهم، كل واحد بحدثه عن طريق الايتونز، وبحدث واحد عن طريق نفس الجهاز، وايضا باخذ نسخه احتياطيه على الاي كلاود، وباخذ نسخه احتياطيه على الايتونز، وبنجرب بنشوف سوا مع بعض. طيب اول شيء اللي عن طريق نفس الجهاز كيف تحدث. هتحدث الطريقه جدا سهله وبسيطه، وانصحك ايضا انك تحول لغه الجهاز الى انجليزي، لانه اغلب المشاكل اللي جات اللي اجهزتهم بالعربي. كيف تحول؟ بتروح على الاعدادات، بعدها بتدخل على خيار عام، بعدها بتنزل إلى اللي هو اللغة والمنطقة. بعدين بتضغط على آيفون اللي هو لغة الجهاز، وبتختار اللي هو إنجليزي، وغالبا بيكون أول خيار. هيعيد زي التشغيل سريع، وحتلاقي جهازك إنجليزي. طيب بعد ما صار إنجليزي، كيف نحدث أو كيف ناخذ نسخة احتياطية قبل التحديث؟ أول ما بتشغل عندك برنامج الأيتونز، هذا هو شكله. مباشرة بيجيب لك إنه في تحديث نزل جديد، هذا رقمه 11.1.2. طبعا بيقول لك تحميل وتثبيت اللي هو داونلود أند أبديت، أو تحميل فقط. إحنا بنقول له كنسل، لأنه إحنا نبغى ناخذ نسخة احتياطية. الآن أنا شابك هذا الجهاز، هو اللي مشبوك على الكمبيوتر، بنلاقي شعار الجوال هنا، بنحصل عندنا اللي هو باك اب أو أخذ نسخة احتياطية، هنا محطوطة على الكمبيوتر. وهذا الخيار لو بتقفل النسخة الاحتياطية بكلمة سر. طيب حنضغط باك اب أو تحديث أو أخذ نسخة احتياطية. ضروري تاخذ نسخة احتياطية عشان لو علق معاك الجهاز يصير انت وضعك بالسليم. حتنتظر عليه. طبعا هذا ما له اي دخل بسرعة الانترنت، اخذ نسخة احتياطية على الايتونز ما له اي شغل بالانترنت. ف يعني على حسب معلومات جهازك، ممكن يقعد نص ساعة، ممكن يقعد ساعة، ممكن يقعد 10 ساعات، على حسب المعلومات اللي داخل جهازك. ممكن يكون عندك 100 جيجا، ممكن 200 جيجا، ممكن واحد ما عنده ولا شيء غير اسماء ورسائل بسيطة، فما حياخد معاه ان شاء الله وقت. طيب هذا بالنسبة للنسخة الاحتياطية على برنامج الايتونز. طيب الين ما يخلص خلينا نشوف النسخة الاحتياطية عن طريق برنامج الاي كلاود. هندخل على الاعدادات، بعدين بندخل اللي هو اول خيار، بعدين نروح للاي كلاود، بعدين بتنزل وحتحصل عندك اي كلاود باك اب اللي هو النسخ الاحتياطي. هتدخل هنا هتشوف انه اخر نسخ احتياطي لجهازك حيكون مكتوب التاريخ هنا. لو مكتوب مطلقا او ابدا معناته انت بحياتك ما اخذت نسخه احتياطيه على الاي كلاود. فانا هنا مكتوب يسترداي الساعه 11:57، يعني تقريبا قبل ساعه من الان هو اخذ نسخه احتياطيه، لذلك ما حيطول لو اخذتها الان. هضغط النسخ الاحتياطي عن طريق الاي كلاود يعتمد على سرعه الانترنت عندك، لكن على الايتونز ما يعتمد على سرعه، ما يعتمد على النت اصلا. النسخ الاحتياطي على الاي كلاود انت ما عندك غير مساحه محدوده في ابل، ابل تعطيك فقط 5 جيجا، لو تبغى اكثر يا اما تشتري او تقلل من حجم بيانات الرفع اللي انت بترفعها في النسخه الاحتياطيه، مثلا تقفل خيار الواتساب، تقفل خيار الصور، تقفل من والى. اما الايتونز على حسب مساحه كمبيوترك 2 تيرا 3 تيرا، بالتالي هتاخد كل معلومات جهازك بدون اي مشاكل. طيب ايش يشمل النسخ الاحتياطي سواء على الاي كلاود او على الايتونز؟ يشمل كل صغيره وكبيره بالجهاز، حتى لو عندك ساعه ابل ايضا يشمل كل ما فيها داخل النسخ الاحتياطي سواء على الايتونز او حتى على الاي كلاود. طبعا كل الشروحات اللي انا تكلمت عنها هذه ان شاء الله بتلاقوها اسفل مقطع شرح باليوتيوب. ايضا لو عندك مشاكل بالنسخ الاحتياطي بالاي كلاود او في اشياء معينه تبغى تعرفها عن الاي كلاود وكيف تفصل النسخه وما الى اخره برضه هتلاقوها اسفل مقطع الشرح باليوتيوب. نصيحتي لك لا تسمع اي احد يقول لك لا تحدث، لانه التحديثات دائما هي فيها اصلاحات. التحديثات اللي راحت اللي صارت مع الناس مشاكل تفاحه وما تفاحه كان زعل الناس انها راحت بياناتهم، لذلك كان الخطا انك ما اخذت نسخه احتياطيه. عشان كده احرص دائما قبل اي تحديث انك تاخذ نسخه احتياطيه لجهازك، لانه لو علق الجهاز، خرب الجهاز، ضاع الجهاز، انسرق الجهاز، انت معلوماتك دائما في امان معك. في نسخه احتياطيه ما تشيل هم اي شيء، حتى لو علق الجهاز عادي هنسوي له فورمات، ننزل نسخة نظيفة من جديد، نرجع النسخة الاحتياطية، انتهى الموضوع. لكن خليك دايما محدث أول بأول. طيب النسخة الاحتياطية على الاي كلاود خلص، شوف كتب لك 12:55 دقيقة، لاحظ معايا احنا الساعة الآن 12:56 دقيقة، يعني أنا أخذت نسخة احتياطية على الاي كلاود وصرت جاهز للتحديث. طيب هنا أيضا خلص اللي هو على الايتونز مكتوب توداي 12:56 وهنا 12:56، معناته انا عندي للجهاز هذا نسخه احتياطيه على ايتونز وعندي للجهاز هذا نسخه احتياطيه على الاي كلاود، فما عندي اي مشكله للجهازين، كلهم عندي نسخ احتياطيه ومستعد الان للتحديث. هحدث واحد عن طريق نفس الجهاز وحدث واحد عن طريق الايتونز. عن طريق الايتونز كل اللي عليك بتسويه، خلينا بس نقلب الجهازين نبدل بينهم. هنقول له كنسل. عن طريق برنامج الايتونز طريقة التحديث جدا سهلة وبسيطة، فقط بتسوي ابديت او تحديث. الان بنضغط على كونتينيو. ذا برشيز ذا ايفون هاف بينا ترانسفير. يس كونتينيو. الان بنقول له تحديث. الان طلعت لنا الشروط، مش الشروط، طلعت اللي هو ايش هو فيكس، يعني بيقول لك الاصلاحات وما الاصلاحات وما الى ذلك للايفون والايباد وللايفون اكس ومزيد معلومات. اضغط هنا بنقول له نكست. هنا يطلع لك الشروط والموافقات، بنحط اجري او اوافق. الان بيطلب مني اني احط باسورد الجهاز اللي هو باسورد القفل عادي. الان لاحظ معايا هنا هذه الدائره، هذه بتعتمد على سرعة الانترنت عندك. لاحظ معايا حجم التحديث 2 جيجا و750 ميجا، يعني تقريبا 3 جيجا. انا اعطاني 8 دقائق لانه انا سرعه الانترنت عندي عاليه. فلو انت سرعه الانترنت عندك ضعيفه خذ نسخه احتياطيه على الايتونز، ولكن حدث من نفس الجهاز، لاني الان بوريك فرق الحجم. يعني شوف هذا حجم الاصدار كامل بينزل لك هو، لانه هو الافضل 2 يعني تقريبا 3 جيجا. لكن لو دخلنا من نفس الجهاز بنروح على جنرال او عام، بعدين تحديث البرنامج اللي هو سوفت وير ابديت، هتحصل هنا عندك حجم التحديث شيء تافه جدا، يعني ولا شيء، 51 ميجا بايت. هنضغط داونلود اند انستول اللي هو تحميل وتثبيت، ايضا بيطلب منك باسورد الجهاز. الان جالس احدث على ايتونز وجالس احدث على اي كلاود، اخذت نسختي الاحتياطيه على ايتونز واخذت نسختي الاحتياطيه على اي كلاود بدون اي مشاكل، وان شاء الله باذن الله هذا التحديث يكون حل لبقيه المشاكل او المشاكل السابقه، وحيشتغل الجهازين الان وحوريك باخر اصدار. وفي النهايه الامر راجع لك، يعني انا شفت كميه سب كبيره، لما احد يقول لي انت كذاب وانت وانت وانت، انت خذ المعلومه مني صدقتها ما صدقتها يعني شيء راجع لك. فلا تسمع، هذه هي نصيحتي، لا تسمع كلام احد يقول لك لا تحدث، حدث اول باول، وقبل التحديث خذ نسخه احتياطيه وتوكل على الله. لا تحاول وهو بيحدث مثلا على الاي كلاود او على ايتونز انك تمسك بالجهاز، خلي الجهاز زي ما هو، قفل تطبيقاتك من الخلفيه، حول جهازك انجليزي، وان شاء الله باذن الله ما بيصير معك اي مشكله. وبعد التحديث شغل جهازك، اقلبه عربي زي ما كان، وانتهى الموضوع. يعني انا لما بتكلمت على الاصدار اللي قالوا عليه انه كله مشاكل، انا تكلمت بناء على محدث اكثر من 13 جهاز وكلها بنفس اليوم، ولله الحمد ما في اي مشاكل. يعني انا تمنيت انه واحد يخرب يجي شعار التفاح عشان اشرح لكم كيف نعالج المشكله، لكن للاسف ما في ولا جهاز خرب. طبعا انا مطفي مكيف عشان يعني الصوت يكون واضح شويه، معليش الجو حار. طبعا من ضمن التحديث هذا انه بيعالج مشكله تجمد الايفون اكس عند بروده الجو، ان شاء الله يكون حله البروده وايضا الحر، لانه هم ما عندهم حر. لو يجي يشوفوا هنا طيب، هذا باقي له تقريبا 4 دقائق، وهذا خلاص على مشارف النهاية يعني. أنا معليش ما أبغى أوقف المقطع، ممكن يكون طويل شوية، أنت لو مالك من المقطع تقدر تمشي، بس أنا ما بوقف، لأني يعني منتظر أي مشكلة أي رسالة تطلع يصير نقدر نعالجها مباشرة معاكم. شوف مع انه هذا 54 ميجا تقريبا، لكن شوف واقف. هذا 3 جيجا تقريبا خلص. يمكن الناس كلها الآن جالسة تحدث لأنه ماله تقريبا ساعة نازل التحديث، ففي ضغط. فإن شاء الله أكون جاوبت في هذا المقطع لأكثر الناس تقول لي أحدث أو لا، تنصحني أحدث أو لا، تنصحني أحدث أو لا. حدث، أي تحديث ينزل حدث، دام عندك نسخة احتياطية حدث بدون كلام. في ايضا ارقام الدعم الفني بحط لكم هي اسفل مقطع شرح باليوتيوب، طريقة التواصل مع شركة ابل لو عندك اي مشكلة في تقني ما رد عليك، انا ما رديت عليك، او ما عرفت ارد عليك، او ما عرفت لسؤالك، هم كلهم بيفيدوك. طبعا التواصل مجاني والدعم مجاني. طيب الان خلص التحديث، خلص اللي هو تحميل الاصدار، الان يبغى يثبته على جهاز الايفون. الآن كتب لك done أو تم. الآن جالس يفك الإصدار، بيجهزه إنه يثبت لك هو على الجهاز. أيضا هذا خلص، بيعد 10 ثواني وبيطفي، بيعيد التشغيل عفوا عشان تثبيت الإصدار. لاحظوا أنا ما تدخلت ولا بشيء من يوم ما أعطيتهم أوامر التحديثات، الين يعيد التشغيل من نفسه. الاثنين طبعا حتطفي الان حتى هذا حيطفي. طيب هنا على الايتونز قبل لا ياخذ قبل لا يثبت لك الاصدار هو من نفسه بدا يسوي باك اب، بس للاسف يعني انا ما رضيت اسوي باك اب لهذا الجهاز لانه ده الجهاز فيه الاكس، فيه اشياء جدا كثير، هياخذ اكثر من نص ساعه في الباك اب. اللي جالس يثبت اللي حدثناه من نفس الجهاز جالس يثبت عادي. الان هو قدامي، خليني اوريكم. هو هذا هو، وهذا خط التفاحة. برضو ما حوقف المقطع حتى لو وصل ساعة، لانه انا بانتظار اي خطأ يحدث لاي جهاز من الاجهزة. يعني ابمشي معاكم خطوة خطوة. للأسف هذا الباك اب جدا حيتأخر. طيب البرنامج، خلينا نتكلم في شيء ثاني. البرنامج هذا اللي يعرض الجوال على الكمبيوتر ينزل على الماك، وايضا ينزل على الويندوز. في نسخة مجانية منه محدودة اظن 7 ايام، بعدها يتوجب الشراء، تقريبا سعره 14 15 دولار. برضو لو انت حابب حيكون اسفل مقطع شرح باليوتيوب، او هذا هو البرنامج اسمه ريفليكتور 2. يدعم طبعا جميع الاصدارات، جميع الايفونات، ويدعم ايضا الماك والويندوز. هذا هو جدا سهل وبسيط، يعني بدون سلك تعرض الايفون على الكمبيوتر عن طريق الخيار اللي هو هذا سكرين ميرور. لو عندك ابل تي في تقدر بهذه برضه، بالابل تي في تعرض شاشة الايفون على التلفزيون بدون اسلاك، وهذا هو الايماك يعني على الكمبيوتر من خلال هذا التطبيق. الجهاز واصل للربع تقريبا الآن، شاشة سوداء، الآن بدأ الخط الثاني، وهذا هو خط التثبيت، يعني أول التجهيز الآن تثبيت النظام نفسه على الجهاز. هذا عادة بيكون أسرع من الخط الأول. الآن اتعدى النص تقريبا، ما بقى عليه شيء وحيشتغل. الحمد لله نزلنا الإصدار الجديد بدون أي مشكلة زي ما انت شايف معايا. الآن خلص الخط وحيشتغل معانا الجهاز. هذا هو جهازنا. حندخل على اعدادات، بعدها نروح لجنرال سوفت وير ابديت، هنحصل 11.1.2. ما في أي مشكلة الحمد لله بالجهاز. حدثنا مع بعض، أخذنا نسخة احتياطية على الكمبيوتر وأيضا على الآي كلاود، حدثنا الآن من نفس الجهاز برضو ما في أي مشكلة. الآن لو حابب ترجع لغة العربية أو اللغة العربية عفوا لجهازك، بتروح لجنرال، بعدين تنزل تحت لانجويج وريجن، بعدين أول خيار اللي هو آيفون لانجويج، وتختار العربية، بعدين done، حيعيد التشغيل أو يقول لك هل تريد فعلا التثبيت change to Arabic، بعدين بتضغط أوكي وبيعيد التشغيل اللي هو إعادة سريعة ريفريش للجهاز، وبيكون جهازك عربي والحمد لله ما عندك أي مشكلة. الآن نسوي إيقاف، خلاص خلصنا من هذا الجهاز. كل المصيبة في الجهاز هذا اللي على الايتونز لأنه حجمه كبير، يعني يا ريتني أخذت نسخة احتياطية قبل لا أشرح، يصير لما أعيد النسخة الاحتياطية هنا بيكون أسرع بكثير. لا هذا مطول. طيب خلاص هو حيبدأ يثبت الإصدار نفسه من الايتونز، وحيعيد التشغيل زي ما أنت شفت بالضبط، اللي هو طريقة التحديث من نفس الجهاز هو نفس الطريقة من خلال ايتونز. انا ما حدخل ولا في شيء، هو حياخد نسخه احتياطيه الان، بعد ما يخلص الخط حيبدا يثبت لك الاصدار، هيعيد التشغيل وهتجيك نفس الخطوات اللي شفتها معايا بالكاميرا، وهيشتغل جهازك. والف مبروك عليك الاصدار الجديد، يعطيكم الف عافيه. لا تنسونا من لايك والسبسكرايب بالقناه، وجميع الروابط اسفل مقطع الشرح باليوتيوب.